شيخنا تسمعنا الآن؟ تسمعني إن شاء الله. أقول لك شيخنا، أنا سمعت لك بأن قلت في أحد المرات بأن أنا أزين الشارب إذا رفعوا صور صدام وشعارات طائفية. الآن رفعوا صور صدام وشعارات طائفية، أنتظر وعدك زين شواربه. والله رفع الصور صدام الان تنقل الاخبار. الله يسمع كل الكلام، يسمع تدعي على القنوات هاي مال الرافدين وغيره. قناه الرافدين شنو قناه الرافدين؟ الشعب الطائفي رفع ربع المالكي بشان صور الخميني وصور قادري واعلان البحرين. احنا بالانبار ما صار هذا الكلام عندنا. اسمعني 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 شيخنا، هو الكلام اخذ وعطي. طيب الخميني شنو حقق وياك؟ وبعدين انا غير اتكلم وياك بادب، وانت شيخ لازم تكلمني بادب. انت شو لسانك طويل يعني، ما حد ساده لك؟ لا تقول لي ولا اقول لك. اقول لك اسمع 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 اسمع، هذا الحكي لا تشوفه وياي. لك بابا رفعوا شعارات طائفيه. طه الدليمي طه الدليمي طه الدليمي اللي يقول لا تذكروا الحسين بالمظاهرات. انا ما جاي دافع عن الحكومه، قل انا دافع عن عقيده التشيع. طه الدليمي قال بقناه يا اخي اليوم لافتات المتظاهرين سوف نخرج الصفويين. من المقصود بالصفويين؟ اي متظاهرين تخشى عنهم؟ وين متظاهرين؟ في الانبار والفلوجه. شفتها بعينك انت؟ نعم شفتها بعيني، والان الصور منتشره حبيبي. مطالبه اقول لك شايف اقول لك شايف اسمع ابو حبيبي اسمع شايف هذا. نعم. احنا دفع العقيده، احنا الانبار شغلتنا عقيده، احنا شغلتنا اليوم راح زين. ورفع شعار اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي ولي الله، مو طالبته برفعها؟ من طالب رفعها؟ هاي اسامه النجيفه قدم للمجلس النواب. يا والله راح يخلونها العالم هاي. عمي انت بس انت صدق تحكي بيك شيء؟ لا ما في طلب. عمي مو طلب فيها يعني؟ طالب الباحث بالاعلام. زين طه الدليمي شنو ردك عليه؟ هذا اللي يقول لا تذكر الحسين بالمظاهرات، شنو ردك على طه الدليمي هذا اللي تعب قناه صفا ووصال؟ زين شنو ردك انت على الخزاعي اللي يقول قاتلوا ربع معاويه؟ ها؟ اذا انتم تحبون معاويه نقاتلكم. يا ولا اعرف معاويه من هو؟ معاويه كلب ابن. ما شفت سؤالكم عمي، كان عيب الحكي هذا. لك احترم عيب تروحكم، زين شواربك روح زينها، انت قلت اذا ارتفع الصور. انت تتبل لك حيوان، انا على والديك. هذا علي حاتم السلمان الخايس. يفتخر بمعاوية مدافع عن سيدنا معاوية، يدا بيد نسترد حقوقنا ونسترجع حقوقنا بإذن الله. نواصبي أنت بنواصب كما هم روافض، هناك نواصب وهو أنت بتوع معاوية الذي أمر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم مش صحيح مسلم معروف. وهذا التشيع، هذا العصبية لأجل معاوية الذي كل ما نعانيه الآن من معاوية، وأنتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من الأنبار والأنبار رواصب، لاحظ لأنه يحبون معاوية وعلي ما عنده مشكلة، ما مش 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 بتاعنا هذا علي. لماذا بغداد وما حكاية تحريرها؟ ولافتات تقول قادمون يا بغداد، وهتافات تهديد ووعيد، وسيوف رفعها المتظاهرون، وكل هذا تحت مسمى جمعة بغداد صبرا. عزة الدوري نائب رئيس النظام المبادي يخاطب محتجي الأنبار أيضا بالزحف نحو بغداد، وهذا ما حث عليه خطباء التظاهرة الذين يتوعدون بضرب الجيش والشرطة. لكم يومين اخرجوا من هذه المحافظة، وإلا فالقادم أعظم. التصعيد هذا جاء في تظاهرة الأنبار على لسان علي حاتم سليمان الذي يخاطب المتظاهرين أن ليس هناك نظاما ودستورا ويقف على يمينه ويساره وزير المالية وعضو في البرلمان. واسمعوا المزيد من حاتم ماذا يقول وكيف يتوعد شيوخ الأنبار الرافضين للتصعيد والتحريض. إن كان حتى يعني السيد وزير المالية واجب، أي واحد عين بأمر بالحدود في الشرطة في أي مكان بأمر من المالكي يطرد لمدة أسبوع، وإذا بقى بالأنبار ما نضمن حياته. الحديث عن الزحف إلى بغداد وتحريرها وكأنها محتلة، ونسور محافظتنا على ما يحمي محافظتنا غيرنا. لماذا من يسمى بعبد الزهرة وغيرهم
من يلعن عائشة وأبو بكر وعمر يدخل في محافظتنا؟ أين مساجدنا التي تغتصب في المحافظات الأخرى؟ هل أعيدت؟ هل احترمونا؟ هل احترموا خطباءنا؟ هل أعيدت لنا مناطقنا التي هجر منها أهل السنة والجماعة؟ عيب على الزلمة اللي يدنق بالنزال الله، وعيب على الزلمة اللي يرخصها متى. هي مو كل الزلم تنعد رجال ولا تباهت به كل من جابته. هاك خذ بم البنين أعظم مثال، هي حامل بالقمر وتنخته.